من استاد الاسكندريه وعقب انتهاء مباراه المصري وبيراميدز والتي انتهت بفوز النادي المصري بهدف نظيف مع واحد من نجوم المباراه كابتن عصام ثروت حارس مرمى النادي المصري. كابتن في اول ظهور ليك مع المركز الاعلامي انا ببارك لك على الاداء وببارك لك على الفوز وبنقول تحملت على نفسك، كان في اصابه تقريبا والتبديلات كانت انتهت ولكنك كملت المباراه. الحمد لله، طبعا انا سعيد ان انا موجود معاكم. الحمد لله النهارده على النتيجه، يعني الحمد لله دي نتيجه مرضيه. الحمد لله ببارك لجمهور بورسعيد والجهاز الفني ومجلس الاداره. ماتش من الماتشات الكويسه اللي ان شاء الله خلينا نكمل، وان شاء الله نكمل ناخد المركز الثالث ان شاء الله. جمهور بورسعيد بصفه عامه بيشيد بادائك خلال المباراه الاخيره، اي مباراه بتلعبها بتبرز اداء اكثر من مره، بنحييك عليه. والله الحمد لله ده نتيجه تعب في الملعب والجهاز الفني بيتعب معانا. معانا كابتن مصطفى فتحي راجل شغال معانا على كل حاجه، كل ماتش بنذاكره كويس. كابتن علي بيحافظ اللعيبه كل ماتش برضه بماتشه. الحمد لله احنا مركزين ان شاء الله ان احنا نكمل ونفنش في المركز الثالث ان شاء الله. كلمنا على علاقتك بالكابتن مسعود، شفنا العلاقه طيبه اكثر من رائعه، الروح جميله. كابتن مسعود بيشارك، حضرتك بتشارك، بنحس ان اهم حاجه ان النادي المصري هو اللي يكون في الكادر ويظهر بصوره جيده. زي ما انت قلت، زي ما حضرتك قلت بالظبط، احنا ما فيش فرق بيننا، احنا كلنا اخوات، احنا كلنا بنقعد في الاوتيل مع بعض اكتر ما بنقعد مع اهالينا، كلنا اخوات، ما فيش فرق مين اللي يلعب، اهم حاجه مصلحه الفرقه، من اهم حاجه ان احنا نكسب، ما فيش فرق بيننا اذا كان دعدور بيلعب او مسعود او شحاته، كلنا بنكمل بعض وان شاء الله ان شاء الله نفرح جمهور بورسعيد ان شاء الله.